السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت الشيخانة، أنا كنت تقدمت إلى بنت، ويعني هي ما فيش أي حاجة صعب عليها، الدين إلى حد ما كويس وموفقة يعني، لكن هي جريئة شوية يا شيخ، جريئة يعني، مش جريئة شوية، جريئة جدا. فهل ده سبب إن أنا أرفضها ولا؟ جريئة في ماذا؟ في ماذا يعني؟ يعني قليلة الحياء مثلا؟ لا يا شيخ، مش ما اقدرش اقول قليل حاجه، جريئه في الكلام وطريقه الجلسه، في الحوار، في يعني جريئه في جريئه. جريئة. طبعا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وأيضا قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالنظر إلى صفاتك أنت هل تتوافق معها أم لا، هذه النظرة إلى هذا الباب. يعني في مثلا واحد هادئ الطباع وحي حياء زائد ويتكلم عند الطلب، لا، وأمامه امرأة مفتوحة جريئة تكلم وتناقش، قد لا يتفقان. فالمسألة رجع إليك، لأنك قلت عموم الصفات الطيبة فيها إلا أنها جريئة، جريئة. فما أدري حجم الجرأة، وما أدري الجرأة في حق أو في باطل، وما أدري الجرأة في غير حق ولا باطل، في طبيعتها جبلتها التي هي عليها جريئة. يعني انت اعلم بها مني الان، ولكن الحياء يحمد في المرأة. يعني الحياء يحمد في المرأة. ها، استمر ولا استمر يا شيخ؟ ما اعرفش اشديد عليك ولا ايه، بس ما انت تكون، ممكن تكون كما يسميه الناس الان هيثم ورقيق يعني، ولا تصلح معك الشديدة. فما ادري يعني، انت عقدت عليها ولا ما عقدت؟ لا ما عقد يا شيخ. أمك رأيها إيه؟ الله يحفظها. لسه يعني إن شاء الله هاخد والدتي يعني. لا، خذ والدتك، أمك تنقل لك الأوصاف بصورة أقوى. يعني أمك ممكن تشوف إيجابيات والسلبيات بصورة أكبر وتنور عليك، لكن جبلات الناس تختلف.